كمان نروح لبعض الاخبار بتتعلق بفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي. ده مهم جدا بالنسبه لنا، احنا عارفين العد التنازلي خلاص بدا لمباراه يوم السبت امام الترجي هناك في تونس. الاهلي عمل مسحه طبيه استعدادا لرحله تونس، الكلام ده كان النهارده الصبح، نتيجه المسحه هتطلع كمان ساعات عشان يتم الاطمئنان بشكل كامل. هم كانوا عملوا مسحه قبل كده اول ما رجعوا التدريبات يوم الخميس، والنتيجه بتاعت اللاعبين كلها سلبيه، فده كان امر مهم جدا. وليد سليمان بيكتفي بجلسه في الجيم وبيخوض بعض التدريبات البدنيه في صاله الجيمنازيوم على هامش المران اللي يعني ابتدى فيه تمام الساعه 10 صباح اليوم. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان مدير الكره اكد ان وليد سليمان يعاني من كدمه خفيفه في القدم، لكن الامور بالنسبه له مطمئنه وان شاء الله يسافر مع الفريق لتونس. طيب بدر بنون وصل خلاص القاهره وشارك وانتظم في التدريبات النهارده بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين. هو عمل بعض التدريبات الخفيفه في الجيم على هامش المران، وطبعا بدر مهم جدا ولاعب مميز جدا، وعندي تعليق مهم قوي على بدر بس بعد الفصل اللي جاي، لان عندي تفاصيل قوي هقول كتير قوي هقولها لحضراتكم. ده فيما يتعلق ببدر بانون وهو جاهز طبعا للمباراه. طيب الفريق كمان راح بكره وهيسافر تونس الثلاث. البرنامج هيكون ازاي بالظبط؟ هم النهارده خلصوا التمرين، بكره ما فيش اي تدريبات خالص بالنسبه للعيبه. بعد بكره الساعه 10 الصبح اللي هو يوم الثلاث، الساعه 10 الصبح هيكون في مران بالنسبه للفريق، وبعديها هيتوجهوا مباشره لمطار القاهره الدولي عشان الطياره تتحرك في تمام الساعه 3 عصرا او الرابعه على اقصى تقدير، الطياره الخاصه بالنادي الاهلي في اتجاه للعاصمه تونس عشان يستعدوا بشكل نهائي لمباراه الترجي هناك من خلال التدريبات اللي هتكون في تونس. دي اهم وابرز الاخبار. بعد الفاصل بقى ما تروحش في اي حته، يعني خلص الفصل وتعالى عشان عندي تفاصيل وتوضيحات مهمة جدا بتتعلق ببعض اللاعبين داخل النادي الأهلي وكلام كتير أثير حولهم خلال الفترة الماضية وخلال الساعات السابقة. هقول لكم كل الأكيد بالشكل النهائي، بس استنونا بعد الفصل.